والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الميثود اللي رح نحكي فيها النهاردة إن شاء الله بإذن الله هي التوفيكسد. التوفيكسد الميثود يا جماعة بيقولوا فورمات a number using fixed point notation، هي مسؤولة عن مسألة ال point notation بس fixed، بتحاول تخلي ال point notation بقيمة fixed، يعني شغلها على البوينت نوتيشن، شغلها على الكسر العشري او العلامات العشرية. فرضا مثلا يا جماعه انا عندي رقم زي ده 1 2 3 4 5 علامه 6 7 8 9، ورحت جاي والله يا جماعه تو فيكسد، الامر ده معناها طبعا ان مفيش بارامتر، البارامتر ديت اوبشنال، طالما مفيش بارامتر يعني انا مش حاطط بارامتر، يبقى معناها ان البارامتر ده قيمته بصفر، وده معناه بص يا سيدي هات لي الجزء الصحيح من كسر العشري، فالناتج بيكون عباره عن ايه؟ عن 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 1 2 3 4 بس مش 5 6. ليه؟ لانه هو عمل راوندنج، لانه عمل تجريب. بص بقى لقي ايه هنا؟ لقي ديت 6، فالسته راح جربها لي وخلى لي الخمسه دي 6، فاخذ لي الكسر ب ب ب ب باقرب رقم. يعني الميثود دي بتعمل راوندنج، يعني بتعمل تقريب. طيب اوكي، ده لو انا ما كنتش حاطط بارامتر. طب لو انا حطيت بارامتر 1 مثلا، ده معناه ده معناه ان انت عايز نوتيشن قيمته 1، يعني انت عايز كسر عشري. ماشي اوكي، كام يبقى اللي بيتحط هنا؟ كام قيم الكسر العشري؟ فانت لما كنت حاطط القيمه 0 ما كانش فيه اي كسر عشري، كان فيه عدد صحيح بس ومتجرد، لكن لما حطيت القيمه 1 ده معناه ان انت عايز نوتيشن 1 ديجيت، خانه واحده بس على الكسر العشري. وكمان الخانه ديت يا جماعه الناس اخذت بالها طبيعي انها عباره عن 7، يعني مش 6، لا دي متجربه، لانه بص جنب منها ليجي 7، فقال لك السبعه تتضاف للسته تبقى 1، فايه اضيفها تبقى ديت 7. نفس الكلام لو انا قلت له يا جماعه 2، فانا كده بسمح بوجود 2 ديجيت على الكسر العشري، الاثنين السته والسبعه. طب السته والسبعه ليه نزلت 8؟ لان قبل منها في 8 والثمانيه تتجرب. طب نجرب كده ونقول له 6 اعلى من الرقم الموجود اساسا، ان الرقم الموجود ده اساسا 4. فايه اللي حصل؟ قال لك انت كده عايز 6 علامات عشريه، انا هحط لك 6 علامات عشريه بس بطريقتي انا. بص بقى يا جماعه ليجي ايه؟ ليجي 6 7 8 9، 6 7 8 9 سكنهم لك، وبعدين ليجي ان انت عايز 2 ثاني، فراح كملهم لك من عنده صفرين. يبقى الرقم ده بيخص عدد الحاجات اللي انت عايز، عدد الديسيمالز الكسور العشريه اللي انت عايز تحطها، عايز تحطها في يعني في الرقم ده، او عايز تسمح بظهورها. والميثود ديت يا جماعه بتشتغل تجريب، يعني بتعمل ايه؟ بتعمل راوندنج. ده بخصوص التو فيكسد ميثود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.